وبحكم العلاقة المتبادلة بين النشاطات والالتزامات الحكومية، يعقد مجلس الوزراء الأحد جلسة استثنائية لوضع ضوابط جديدة لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان شهريا حسب قواعد الرواتب في العراق، حيث تشير المعلومات إلى فصل هذه القضية عن سجالات الموازنة الثلاثية والحدود والنفط. رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني: وطبقا لذات المعلومات، حصل على التزامات قادة ائتلاف إدارة الدولة باستقرار الإقليم وحقوق الشعب الكردي والابتعاد عن افتعال الأزمات والاستعداد المبكر لطي صفحة كركوك وانتخابات مجالس المحافظات. لا يكشم ديارة كوبانا وينجماني وزيران دكري زور لو باباتانا كيم رباسي لوكراو لولوانه کوتابریای لبدری. همه به گمان آتون با وی پارسگاری لامو بر جوانده کانی خالق کردستان به پیدا دستور کن. همو شایست داره کانو مفاد دستور کانی هریم دست بر کن. لیرا گفته گل سر رکار کان کرا و با وی بتوانیم که لگال جناب سرکو وزیران پال پشتی و هاوکاری لعنت سیاسی کانیش دبیم کن تا که بتوانیم انشالله به انجامی کی باش با خالق کردستان بکاریم.